بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للبروده الصبح بدري ومعتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على كافه الانحاء. وفيش النهارده شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. في كمان فرص امطار خفيفه على السواحل الشمالية الغربية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس. معنا على تليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وأستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. حابين نطمن حضرتك عن حالة الطقس، خاصة إن في الساعات الأولى من الصباح الباكر كان في هواء كده سائع، يعني بشائر فصل الشتاء بدأت تظهر علينا. هو احنا طبعا لسه مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، والارتفاع الطفيف في درجات الحراره بتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه لها مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجه الى درجتين، خاصه فترات الظهيره مع سطوع اشعه الشمس. بالفعل خلال فترات الصباح الباكر مع غياب اشعه الشمس بنحس بانخفاض درجات الحراره والاجواء المائله للبروده، لكن فور سطوع اشعه الشمس وتقدم ساعات النهار بنبدا نحس بالدفء في الاجواء المعتدله تماما على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. اجواء حاره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار، زي ما بنقول في زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فده يحسسني اكتر بالدفء وارتفاع درجات الحراره. مع الغياب التام لاشعه الشمس وكل فترات الليل هترجع تاني درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ. الصغرى اليوم متوقع على القاهره الكبرى خلال فتره الليل 13 درجه مئويه، يعني اجواء بارده على اغلب انحاء الجمهوريه خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. ايضا اليوم تكونت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وادت لانخفاض في الرؤيه الافقيه. ان شاء الله مع سطوع اشعه الشمس هتبدا الشبوره المائيه في التلاشي وتبدا رؤيه تتحسن على اغلب الطرق، يعني تقريبا ساعه بالكثير والرؤيه تبقى تمام، الرؤيه تبقى متحسنه على اغلب الطرق. بالاضافه كمان ان اليوم هيكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه، هي فرص امطار نسبه الحدوث لا تتجاوز معها 30% وغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. مع غدا الثلاثاء والاربعاء فرص الامطار هتمتد لبعض المناطق الداخليه وتشمل قطاعات المناطق الساحليه كلها، لكن مفضل الامطار غير مؤثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، ومكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه. الامطار دي هل هتمتد الى القاهره ولا بس على السواحل الشماليه؟ هي تمتد لبعض المناطق من السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري، فرص القاهره ضعيفه الى الان، لكن قد تصل لبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكن فرص امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، نسبه الحدوث ضعيفه جدا على القاهره الكبرى. ده ما هيكون معانا يوم الثلاث، والاربع هتنحصر في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. ومع نهايات الاسبوع هيكون نكمل في الاستقرار التام والشبوره المائيه اللي هتكون كثيفه احيانا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، على المتابعه اليوميه معانا لحاله الطقس. دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره، والعظمى 24، الصغرى 13، العاصمه الاداريه 24 13، الاسكندريه 23 13، العلمين الجديده 23 13، مطروح 33-14، دمياط 24-15، بورسعيد 25-15، إسماعيلية 25-10، السويس 24-14، العريش 25-14، كاترين 19-5، طابة 24-14، حلايب 26-19، شلاتين 28-17، شرم الشيخ 26-16، الغردقة 25-14، الفيوم 24-11، بني سويف 25-10، الوادي الجديد 26-7، أسيوط 26-8، سوهاج 25-9، قنا 26-10، الأقصر 27-10، وأخيرا أسوان 28-13. بنحضر حضراتكم من الشبورة المائية اللي بتكون ساعات موجودة في ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية. يجب على السادة سائقي السيارات والمركبات توخي الحذر خاصة في الساعات الأولى من صباح كل يوم. هنرجع مرة تانية لمصطفى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.